هؤلاء مجموعة المعممين الذين لا يفقهون بالسياسة شيء، يريدون السيطرة على المنطقة فقط. ومن جملة يعني الآن كما نرى كيف يسعون لتخريب المنطقة عن طريق المخدرات، صناعة مخدرات سواء في سوريا أو في إيران، وتصديرها بشتى الوسائل إلى دول المجاورة، الدول العربية وإلى دول الخارج، دول البعيدة حتى في أمريكا الجنوبية وما إلى ذلك. وكذلك يعني ينشرون الفساد والدعارة في كل مكان، وهم يعني عندهم أكبر ماخور كرخاني في العالم في قم تحت مسمى إسلامي، يعني هذا ماخور له تبرير شرعي، يعني هذا يعني بيساوي النكاح كله تحت اسم الإسلام. بالتالي يعني بوتين الآن هالعلاقات الموجودة بينه وبين بين بين إيران يستثمرها في كل اتجاه، سواء كان في الدعم دعم استراتيجي لمخططات بوتين بمواجهة دول ذات الطابع الإسلامي السني، أو بمواجهة الدول الأوروبية. الدول الأوروبية بلا شك متأثرة جدا مما يجري، وأعتقد أنه ينبغي على الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بالإجمال أن يعيد حساباته في علاقاته مع طهران، التي كان يسعى جاهدا لبناء علاقات اقتصادية معها في السابق، وخاصة الدولة العمانية.